السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الملاعب الذي يأتيكم كل أسبوع ليسلط الضوء على أبرز الأحداث والفعاليات والإنجازات الرياضية في مملكة البحرين. مشاهدينا، انطلق برنامج دبلوم الإدارة الرياضية الذي يقام بالتعاون مع برنامج التضامن الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية، وذلك تنفيذا للخطة السنوية للأكاديمية الأولمبية الرامية إلى تطوير وتأهيل وصقل الكوادر الإدارية والفنية العاملة في الهيئات الرياضية داخل وخارج البحرين، سعيا نحو تطوير المنظومة الرياضية في الأندية والاتحادات الوطنية. اللي يعني حصلت على فرصة أن اليوم أكون متواجد في دبلوم الإدارة الرياضية المحترفة اللي تنظمها طبعا الأكاديمية الأولمبية باللجنة الأولمبية البحرينية. ما كان لي فرصة إلا في الوقت المتأخر، وأنا معتذر واحد من المشاركين، والحمد لله أني يعني نلت هذه الفرصة. دورة على مستوى عالي جدا، أنا أعتقد يعني إحنا في الأسبوع الأول منها، قوة الطرح اللي فيها والمواد اللي اليوم قاعد يقدمها لنا الدكتور في هذه فيها أول أسبوع الأول من المقرر، حقيقة يعني يؤكد بأن هناك عملية تطويرية راح يكتسب منها المشارك الشيء الكثير، وراح تنعكس عليه بالإيجاب في عمله إن شاء الله في بعد ما يتخرج من هذه الدورة. سبب انضمامي هو حاليا عملي في نادي الترجي السعودي على مستوى فريق، أطمح أن أنا أعمل على مستوى مؤسسة، فالدورة قاعدة تقدم جميع الأمور اللي تخليك أنت تكون صاحب كفاءة عشان تدير مؤسسة وتحل المشاكل اللي تواجه المؤسسات. فطريقة التعامل مع إدارة المؤسسة وتطوير المؤسسة عملية جدا صعبة، فهم قاعدين يقدمون لنا الأمور اللي إحنا هي موجودة بس نحتاج نعدل فيها ونطور فيها. أنا أحب أشكر جميع المنظمين، أحب أشكر اللجنة الأولمبية البحرينية، الأكاديمية الأولمبية البحرينية لإقامة الدور المتقدمة إدارة رياضية، المحفل العالمي أيضا بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الدولية. تعلمنا الكثير في هذه الدورة إلى الآن من إدارة المؤسسات الرياضية، القانون الرياضي، الحوكمة، وأيضا في هذه الدورة تعرفنا على الكثير من زملائنا في القطاع الرياضي، الأندية الرياضية، الاتحادات الرياضية، ووزارة الثقافة. الحقيقة محاور الدورة هي مهمة جدا، يجب تطبيقها على الكثير أو على كل المؤسسات الرياضية خصوصا في دول الخليج. أيضا من بعض المحاور الدورة كانت الثقافة الأولمبية والتاريخ الأولمبي. بالعكس، هذه الدورات مهمة جدا خصوصا في ظل التطور اللي تعيش الرياضة، تطور الكوادر الإدارية بشكل عام وبشكل خاص في أمور لكل واحد في اختصاصه، خصوصا أن أغلب الدول مقبلة على الحوكمة، فيعكس تطور اللي بيكون من الكوادر الإدارية حق الأندية حق الاتحادات وكل واحد في مجاله. يعني رياضة الجيجيتسو البحرينية حققت العديد من الإنجازات التي تستحق الوقوف عندها خلال المرحلة الماضية. هناك العديد من الأبطال مثلوا البحرين خير تمثيل في البطولات الإقليمية. راح يكون معنا بطل من أبطال هذه الرياضة البحرينية، ولكن بعد الفاصل القصير. We'll be right back.
مشاهدينا الحديث عن رياضة الجوجيتسو البحرينية وتألق أبطالنا البحرينيين في هذه الرياضة. يسعدنا أن ينضم معنا في الاستوديو لاعب وصاحب أكاديمية إلمنتس في رياضة الجوجيتسو الكابتن علي منفردي. مساء عليك بالخير، سعيدين بوجودك معنا اليوم. مساك الله بالنور أخوي، أشكركم على الاستضافة وبإذن الله أقدر أقدم لكم برنامج حلو إن شاء الله بإذن الله تعالى. يمكن علي ممكن خلال اليومين اللي فاتوا في إنجازات كثيرة للجوجيتسو للاعبينا المتألقين في خارج مملكة البحرين، لكن في البداية خلينا نتكلم عن أبرز الإنجازات اللي وصلت لها الرياضة من ممكن من انتشارها في السنوات الأخيرة. شنو هي أبرز الإنجازات اللي ممكن تحققت على الصعيد الخارجي؟ نعم، يمكن أحلى لحظة، خلينا نقول لحظة تاريخية للعبة الجوجيتسو ولحظة تاريخية لي أنا شخصيا، كانت لما فزنا ببطولة العالم للمنتخبات في سنة 2021 وبعدها بكم يوم سيدي جلالة الملك استضافنا، ويعني الأسبوع بكبره كان من أحلى ذكريات حياتي، وأظن كانت لحظة تاريخية للعبة الجوجيتسو. جميل، وهنا يمكن كانت البداية الحقيقية لعلي وباقي يمكن اللاعبين اللي يمكن شفنا الإنجازات تتوالى من 2021 حتى 2024. صحيح صحيح، وتوهم الحين في الأسبوع الماضي الجماعة شاركوا في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو، والحمد لله حرزوا 4 ميداليات. نعم. منها فضية وثلاث برونزيات. جميل علي، خلينا نتكلم اليوم بصفتك لاعب ايضا مدرب، خلينا نتكلم من ناحيه التدريب عندكم في النادي، شو ممكن تشوف الاقبال بالنسبه للإناث للذكور في هذه الرياضه؟ الحمد لله يعني كان في تغيير كبير في السنوات الماضيه، خلينا نقول يعني اذا نرجع 10-15 سنة اللعبه يمكن كانت لفرد او فردين معينين. نعم. بس اليوم الحمد لله لما تدخل الأكاديمية بتشوف كل أنواع الناس، يعني في نفس التدريب بتشوف لك طلاب، لاعبين، محترفين. صحيح. أطفال، ولد مع أبوه، دكاترة. فأظن كل شيء راجع للمنهج وكيف تقدم الرياضة للفرد. نعم جميل علي، خلينا نقول إلى أي مدى ممكن تطورت الرياضة؟ اليوم تقول لي موجودين عدد كبير من جميع شرائح المجتمع موجودين عندكم في النادي، إلى أي مدى ممكن هذا الشيء ممكن أسهم في تطور الرياضة؟ ممكن خلينا نقول أكثر هي الثقافة اللي ممكن انتشرت في هذه الرياضة. أول شيء قالوا لعبة عنيفة، اليوم هي لعبة ممكن يعني تحرك جميع مفاصل الجسم، تعطيك النشاط والحيوية طول اليوم. صحيح، يعني هذه معلومة جدا صحيحة. اللعبة هل تقدر تكون عنيفة؟ 100%. إذا أنا بلعب في بطولة نهائي الحزام الأسود في بطولة العالم راح تقاتل، أي يعني إحنا ضامنين هذا الشيء. بس في نفس الوقت يعني اللعبة أقدر أقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن واحد عنده مشاكل صحية، يمكن واحد يبي يتعلم دفاع عن النفس. ف يعني الموضوع مو بأنا شنو أقدر أسوي للجوجيتسو، الجوجيتسو كيف يقدر يخدم الواحد، هذه هو السؤال عندي. جميل علي، يمكن العنصر النسائي يمكن شفناه قاعد يتألق في الفترة الأخيرة، خلينا نتكلم عن العنصر النسائي تحديدا، من وجهة نظرك كيف تشوف تطور العنصر النسائي في هذه الرياضة؟ يعني الحمد لله في الفترة الأخيرة فعلا مع انتشار اللعبة انتشرت يعني في العنصر النسائي. وطبعا يعني احنا لازم نتقبل الواقع، في لعبة الجوجيتسو مثل وايد من الألعاب الأكثرية رجال. فلما تبتدي بعدد صغير هني قاعد تواجه خلينا نقول سلم طويل. صحيح. بس اليوم الحمد لله يعني البنات اللي عندنا يقاتلون أقوى من معظم الرجال، وإن شاء الله يعني هم اليوم اللي قاعد يسوونه قاعدين يخلون مثال حق البنات اللي بكرة يبون يبتدون في الجوجيتسو. نعم، ممكن بحكم قربك في النادي ممكن قاعد تشوف تطور اللاعبين تحديدا في فئه ممكن السيدات اكثر، خلينا نتكلم عن التدريب، هل هناك ممكن مدربات محترفات في هذا الجانب؟ عدد اللاعبات اللي ممكن اليوم مؤهلين انه يشاركون باسم البحرين؟ اي اليوم بالذات عندنا يعني عدد من النساء يدربون عندنا في الأكاديمية، من ضمنهم مساعدة المدرب ألاء معانا اللي توها بعد رجعت من بطولة غرب آسيا وحققت المركز الثاني. هي دخلت عندنا النادي لما كانت صغيرة في السن، يمكن كان عمرها 16-17 سنة، واليوم ما شاء الله عليها يعني قدوة مو فقط للنساء، لكل أعضاء النادي، وهي أقول قدامها وأقول قدام الكل هي مثل حق الأطفال، لأن هي مش ما شاء الله عليها مستلمة الأطفال في النادي. إيه نعم.
ويعني شيء جميل الواحد يشوف نمو الشخص خلال السنين. صحيح جميل. علي يمكن البعض يتساءل اليوم اللي يشاهدونا هل في فئة عمرية معينة عشان نبتدي نمارس هذه الرياضة رياضة الجوجيتسو ولا هي مفتوحة لجميع الأعمار؟ هو ما أقدر أقول إن هي مفتوحة بس إحنا كيف هي طريقتنا؟ إحنا عندنا ثلاث جروبات للأطفال. عندنا من 3 إلى 5 سنين، 5 إلى 8 و9 فوق. فكل جروب له طريقته. أنا ما أقدر أخذ الطفل اللي عمره 3 سنين وأدربه كأنه هو لاعب محترف. صح. في البداية هي مجرد تمارين، تعلمهم شوية كوردينيشن، حركات، يفهمون الوضعيات. إذا أنا في هالسن خلال سنة سنتين قدرت أفهم الياهل شوية حركة ويسمع الكلام، صحيح، أنا أكون جهزته حق الجروب التالي. جميل. ممكن علي إحنا ممكن في فترة الصيف شفنا كثير من الأنشطة ممكن المتنوعة تحديدا الأنشطة الرياضية اليوم نتحدث، هل هناك ممكن وضعت برامج خاصة في الصيف عشان ممكن تنمية مهارات الأطفال في هذا الجانب تحديدا؟ هو إن شاء الله أظن نهاية هذا الشهر متابع اللجنة الأولمبية البحرينية بيكون عندهم سلسلة بطولات بتصير نهاية شهر 8، وبإذن الله بيسوون حدث لأول مرة لكل الأطفال ومن ضمنهم لعبة الجوجيتسو. جميل. يعني اليوم الجوجيتسو راح يكون فيها تسلط أكثر من ناحية صغار السن. إن شاء الله إن شاء الله نقدر نقول. جميل. يمكن علي إذا بتكلم اليوم عن لاعب الجوجيتسو هل في خصائص معينة عشان أنا أعرف أنه هو راح يكون لاعب أو هو مجرد ممارس للرياضة؟ هو خوش سؤال. إذا بنتكلم عن لاعب الجوجيتسو أنا عندي قاعد نتكلم عن اللي يمتلك الحزام الأسود، وأنا عندي يمكن أكبر وأهم ميزة حق اللي عنده الحزام الأسود في الجوجيتسو هو الصبر. الصبر يعني في حياته، في لعبته، في إنجازاته، بس في اللعبة نفسها ساعات لما الواحد يستعجل يقدر يغلط أو يرتكب وايد أغلاط بحيث أنه يخسر المباراة بكبرها. بس إذا أنا صبور وهو يدفع أصبر، يسحب أصبر، يحاول يطلع بانفجارية أصبر، وبعدين لما يغلط هني أنا أقدر أصيده. فالصبر عندي أنا ميزة ما تي إلا مع الخبرة. صحيح. من ممارسة ممكن حتى مع الأخطاء ممكن تكتسب هذه. أي نعم، تقدر تقول نوعا ما مثل الشطرنج. نعم جميل. خلنا نتكلم ممكن عن أبرز الفوائد أو المكتسبات اللي ممكن اليوم أنا كلاعب جوجيتسو ممكن أستفيد منها لما مارس هذه الرياضة، شو ممكن راح أستفيد؟ نقدر نتكلم عن يمكن 3 فوائد. أول واحدة واضحة اللي هي الصحة. المرونة، خسارة الوزن، وكل هذه الفوائد بحيث أنها رياضة في نهاية اليوم. ثاني فائدة وهذه وايد مهمة، الدفاع عن النفس. يعني مهما كان عمرك أو فئتك، حلو أن الواحد إذا اضطر يعرف كيف يدافع عن نفسه. والفائدة الثالثة اللي يمكن وايد ناس ما يرون عنها، أنت لما تسجل وتدخل في لعبة الجوجيتسو قاعد تدخل في مجتمع بيدعمك from A to Z. فلما تدخل في هذا المجتمع صعب تطلع منه، ساعات مثلا بتوقف اللعب، بترجع، بس السبورت ما يوقف، وهذا شيء حلو في الجوجيتسو. هذا يمكن ابرز ميزه قاعد اشوفها في النادي، لما نزور النادي نشوف الكل في لمه واحده، يمكن حتى دخلتكم تكون مع بعض، وصعب ان الواحد يطلع من النادي. بالضبط بالضبط. ويعني لما الواحد ينجز تحس ان الكل يحتفل معاه. جميل. قبل ما اختم معاك على المستوى الشخصي، شنو ابرز البطولات اللي راح اشارك فيها خلال الفتره القادمه؟ يعني أخوي عيسى أقدر هني أقعد لك وأتكلم لك عن 20 بطولة قادمة. لكن التارجت وين؟ سلمك الله. إن شاء الله بإذن الله بطولة العالم. بطولة العالم في نهاية السنة شهر 11. هذه بيكون طموحي، ما بيكون سهل، ولكن حققنا هذا الشيء في السنة الماضية، وهذه السنة بيكون وايد أصعب، بس بإذن الله ما نقدر إلا ندش بتركيز كامل ونخلي الباقي في رب العالمين. بالنسبة للخطة، شنو ممكن أبرز ممكن المحطات اللي راح تمر فيها قبل وصولك لبطولة العالم؟ أظن أكبر المحطات مرينا عليها في هذا الموسم، يعني من الجراند سلام في طوكيو وإسطنبول وروما. جميل. وهذه الفترة بستغلها حق يعني بتكون في بطولات معينة مني منك، بس بستغل هذه الفترة عشان أركز فعلا على تمريني بحد ذاته. جميل. التمرين والتغذية يمكن الأساس في الفترة أكيد الأخيرة. أكيد. والتجهيز الذهني يمكن عنصر مهم خاصة في رياضاتكم.
اي هذه يمكن التجهيز الذهني اعتبره 99% من الاداء في البطوله. جميل، نتمنى لك كل التوفيق علي منفردي، وشكرا على حضورك، وان شاء الله يمكن تتطور رياضه الجوجيتسو من السنه لسنه. يمكن 2021 كانت من البدايه لك، ولكن ان شاء الله نشوفك من هالعلي رب. الله يسمع منك واشكرك يا اخوي. شكرا لحضورك. شكرا. مشاهدينا، النجاحات اللي حققتها الرياضة البحرينية ليست محصورة على الفرق وممكن المنتخبات الوطنية، بل أيضا بالنسبة للأكاديميات الرياضية حققت العديد من الإنجازات، ولا بد اليوم أن نسلط الضوء على أبرز هذه الإنجازات، ولكن بعد نشاهد هذا الفاصل وراجع لكم. مشاهدينا، الحديث اكثر حول الاكاديميات الرياضيه في مملكه البحرين، يسعدني ان انضم معنا في الاستوديو الكابتن عمار الفردان مدير اكاديميه تيكي تاكا سامبا. يا اهلا ومرحبا فيك، سعداء وجودك معنا. السلام عليكم. في البدايه يمكن عمار خلنا ابتدي معك من الاسم تيكي تاكا وسامبا نفس الوقت، فخلنا نتعرف على التسميه وسر هذه التسميه. ايه طبعا تيكي تاكا اسلوب جميع اللاعبين كرة القدم والمدربين يحبونه، اسلوب جميل، التيكي تاكا الباصات الجميلة، صحيح. التنقل بالكرة والاستحواذ، وهذا هو. السامبا اللي هو جمال كرة القدم، يعني الكل يعرفه، اللي هو البرازيل يعني، فاخترنا السامبا يعني. جميل. خلنا ابتدي معك ممكن من بطولة الصداقة العمانية البحرينية اللي يمكن اختتمت قبل فترة بسيطة، حققتوا هذه البطولة. أول شيء مبارك لكم أكيد على تحقيقكم البطولة، خلنا نتكلم معاك عن البطولة ومشواركم فيها، يمكن خلنا شوي نفصل في المشوار. الله يبارك في حياتك، والحمد لله رب العالمين على هاي الفوز في البطولة، وكان دافع لنا قوية. نعم، خلنا نتكلم ممكن عن المشوار، شلون بديت البطولة، مراحل صعودكم لين ما حققت البطولة. والله في بداية المشوار عدينا إليها، عندنا خبر من شهر قبل إقامة البطولة. نعم. والأكاديمية الفهود هم طبعا بيجون للبحرين وبينظمون البطولة، وعدينا عليها خلال شهر، اوريدي احنا يعني نعد الفريق. الإعداد، فترة الإعداد شلون كانت بالنسبة لكم؟ كانت كلش ممتازة، جيدة ممتازة، دخلنا البطولة واحنا مستعدين في كل استعداد يعني. عدد الفرق اللي ممكن اللي شاركت عمار في البطولة كم عدد؟ عدد في الفرق كثيرة أمانة، كثيرة، ممكن تقريبا يعني خلينا نتكلم عن الأدوار، دور مجموعات ولا شلون كان نظام البطولة؟ دور مجموعات، والثاني والأول يتأهلون من كل مجموعة. بعدها إخراج المغلوب. بعدها إخراج المغلوب على طول. جميل. خلينا نتكلم ممكن عن المستوى التنافسي في هذه البطولة، ممكن قاعدين نشوف هذه اللقطات من البطولة أو من النادي عندكم تحديدا، من التدريبات في الأكاديمية. خلينا نتكلم ممكن عن المستوى التنافسي في البطولة اللي شاركت فيها. المستوى كان كلش جدا صعب، يعني ممتاز كان. يعني أكاديمية الفهود عندهم فريقين. نعم. فريق ألف وفريق باء، والفريقين اثنينهم ممتازين. لاعبينهم على مستوى جيد يعني، حتى يمثلون المنتخبات البراعم اللي في عمان. اي نعم. يعني كان الفرق كلش قويه، فالحمد لله رب العالمين تخطيناهم في الدور نصف النهائي وفي النهائي. خلينا نتكلم في هذه النقطه، ممكن شنو اليوم المقومات اللي يمكن اهلت فريق تيكي تاكا سامبا انه يحقق لقب هذه البطوله، شنو ممكن اللي كان مميز بالنسبه لكم كاكاديميه؟
شنو المميز يعني إلينا كأكاديمية؟ شيء كبير يعني إن إحنا كأكاديمية بحرينية ننافس في بطولة مثل هذه الفرق الموجودة مثل العمانية. معروفة ترى الفرق العمانية والأكاديميات العمانية معروفة بشراستها وقوتها. فإذا إحنا أكاديمية بحرينية اليوم ننافس في هالبطولة وناخذها، هاي شيء جيد ممتاز لجميع اللاعبين، حتى أولياء الأمور احتفلوا ويانا في هالإنجاز. صحيح. عمر بواصل معك الحديث، لكن ممكن مشاهدينا راح ننتقل إلى هذه اللقاءات اللي يمكن أخذها لنا الزميل عيسى الختار، وراح نتابع معكم بقية الحديث مع ضيفنا في الاستديو. لما يجونك أكاديميات من عمان وتلعب في مملكة البحرين البطولة، فيشوفون الاستعداد الفني حق فريق الأكاديمية، وإحنا الأخوان في عمان يعني قالوا لنا بصريح العبارة، قالوا لنا أن فريقكم ممتاز جدا، حتى إحنا انصدمنا بالمستوى الفني اللي ظهرتوا فيه. وفي النهاية الحمد لله واجهنا صعوبات في مشوار البطولة مثل ما يقولون، بس وقت وصلنا نصف النهائي والنهائي كنا قدها واللاعبين كانوا قدها وتوجنا بالبطولة الحمد لله. وطبعا أنا يعني من هالشاشة الحلوة حاب أشيد بعمل زميلي وأخوي وشريكي عمار الفردان، لأنه في المباراة صراحة في الدور نصف النهائي والدور النهائي تعاملنا مع فرق بأجسام أكبر من أجسام لاعبيننا، فشلون هو أذاب الفوارق بينهم من خلال تغييرات دقيقة جدا كانت خلت المباراة تصب في صالحنا يعني. فأنا حاب أهني على هاي الشيء. والله البطولة يعني مناسبة لنا وثمرة واجد حلوة بالنسبة إلى اللاعبين، وتمثل روحية للاعبين يعني، وتمثل لنا كإحنا إنجاز يعني، وإن شاء الله نتمادى في المواضيع كلها. والله شوف المستوى الفني بالنسبة إلى الشكل العام أحس مستوى يعني لائق وإنجاز حلو، ومراحلها تبتدي شوي شوي، وشايف يعني لعبنا وتماسكنا ويا بعض واندماج اللاعبين ويا بعض واجد كان من ثمرة طبعا المدربين وثمرة التيكي تاكا يعني معناه صح. هذه كثافة التدريبات والمدربين ما قصروا، واللاعبين كان عندهم عزيمة عشان يحققون هذه البطولة، والحمد لله حققنا البطولة على الجهود والتدريبات المكثفة اللي كانت، وما قصروا الكباتن الجميع وطلعنا بالبطولة. لعبنا بطولة فريق عماني أكاديمية عمانية جو البحرين، لعبنا ضدهم بطولة كانت صعبة يعني، بحكم أردي إنهم فريقهم قوي واجد، إحنا يعني ما كنا نلعب بقوة، قدمنا أكثر ما عدنا، في النهاية فزنا في البطولة والحمد لله، وكان مستوانا جدا ممتاز، والعمانيين بعد كانوا ممتازين وقوي، وكانت المباريات متكافئة في المستوى يعني. أهني حق الأكاديمية بمالهم الإنجاز اللي جايبين بطولة في هالأكاديمية، إن شاء الله بعد يجيبون هاي بطولات أكثر في المستقبل. مشاهدينا تابعنا هذه اللقاءات، أكيد مبارك للأكاديمية تحقيق هذه البطولة البحرينية العمانية. ممكن أرجع لك عمار، خلنا نتكلم ممكن عن جانب آخر ممكن متعلق بأولياء الأمور، وممكن مدى حرص أولياء الأمور اليوم في ممكن انخراط أبنائهم في النشاطات تحديدا لما نتكلم عن أكاديمية كرة القدم. والله سؤال حلو أمانة، يعني اليوم عندنا في أولياء الأمور يشجعون أبنائهم عن ممارسة كرة القدم من خلال الأكاديميات في البداية. ليش؟ لأن الأكاديميات لها دور كبير في صقل اللاعب من البداية من الصفر، الأساسيات الضرورية خطوة خطوة، بعدين يوصل المطلوب في النوادي البحرينية في المنتخبات الوطنية. اليوم دورها كبير الأولياء الأمور يعني. صح. عندي جتني حالات أبناء عقب التمرين مباشرة يقول لي كابتن أنا آخر شهر إلي هذا الشهر إنه خلاص تعبت ما بقدر أجي. قلت له ما يصير يعني ما تجي، فقلت له ما في مشكلة أنا أكلم إن شاء الله الوالد، فأتواصل يا أولياء الأمور. صحيح. أعطيهم هذه النقاط وأقول لهم كل شيء، بس أولياء الأمور شلون يقنع الولد إنه يكمل، هذا شيء جيد. بالضبط. في بالعكس
مثلا لاعب يقول له ابو كذي، الابو شنو يسوي؟ يقول له بس اقعد. فبالعكس انت لازم اليوم اليومنا هذا في السوشيال ميديا، الموبايلات، الشاشات، تبعدهم عن هالاجهزه. صحيح، اي المفروض نبعد الاولاد عن الاجهزه الالكترونيه من خلال مو لازم كره قدم، اي صحيح. رياضه اخرى. جميل، وهذه النقطه يمكن اللي كنت بتحدث معك فيها هي يمكن النشاطات الصيفيه اليوم متنوعه في مملكه البحرين، وانتم تقدمون يمكن نوع من هذه النشاطات. ممكن النشاط الصيفي هو اكثر حركه بالنسبه للاكاديميه. صحيح صحيح. نعم. واحنا امانه في تيكتاكا سامبا نقدم فقط كره قدم، حتى يعني في بعض الاكاديميات يروحون يقيمون برك سباحه ومن هالنوع، الترفيه والسينمات وهالنوع، مركزين على اختصاص معين. ايه، ولكن احنا لا، مقتصرين بس على كره القدم، لان احنا اساسنا نسقل اللاعب في كره القدم. جميل. يعني ممكن الملاحظ في الاكاديميه ممكن توفير الاجهزه والمعدات المتطوره، وهذا يمكن شيء ممكن يطور اليوم من اللاعب تحديدا صغار السن. أكيد بلا شك، وجبنا أجهزة إحنا من الخارج البحرين، أجهزة عندنا ما شاء الله تطور اللاعب، خاصة اللاعب الصغير المبتدئين في الباسنج والاستلام الكرة، عندنا أجهزة من هالنوع. جميل. فالحمد لله رب العالمين توفرت عندنا هذه الأجهزة في الأكاديمية تيكيتاكا. يمكن عمار فيما يخص يمكن سلامة اللاعبين هي يمكن أساس اليوم انخراط الولد أو ولي الأمر، دائما يحرص على أنه يمكن يخرط ولده أو يشرك ولده في أكاديمية توفر جميع مستلزمات السلامة. اليوم في هذا الجانب كيف ممكن تحرصون على أن اللاعب لما يجيكم يخرج سليم؟ صحيح، بلا شك في هذا الموضوع، لأن إحنا في السابق كنا لاعبين كرة قدم. نعم. صادتنا إصابات. فنعرف شلون الطفل لما تصيده اصابه ويروح البيت يتالم او انه يقول خلاص ما بيعرف، ممكن يوقف عن الرياضه. فممكن يخاف انه يوقف عن الرياضه ويصيده احباط، فممكن اللاعب يكون زين. فلكن احنا سوينا حل الى هذه المشكله، لا سمح الله اي لاعب يصاب في الاكاديميه كامل في تامين صحي، في مركز الصحي الشامل للعلاج الطبيعي باشراف الدكتور حسين العرادي. فعندنا اتفاقيه معاه، جميع اللاعبين في جميع الفروع في البحرين يتم علاجهم في حالة الإصابة. لا سمح الله أكيد يعني. إيه الحمد لله. رب في النهاية يمكن عمار خلنا نتكلم يمكن عن طموحكم، خلنا نتكلم أكثر عن تطلعاتكم فيما هو قادم. والله طموحنا يعني عندي نقطتين في طموحنا. طموحنا أن اللاعبين اللي ندربهم يمثلون الأندية البحرينية أو المنتخبات الوطنية في المستقبل، هذا الطموح الأول. والطموح الثاني، النقطة الثانية، اتمنى نتوسع اكثر في جميع مناطق البحرين. اليوم عندنا في سار. نعم. وعندنا في الشاخوره، وعندنا في كرزكان. نعم. وعندنا في عراد الفروع. فاطمح ان نروح اكثر بعد، نغطي جميع المناطق البحرين. اكيد في نوح ممكن شاكرينك على حضورك معنا، ونتمنى لكم اكيد كل التوفيق. والله انا امانه نشكركم على تغطيتكم للتدريب، هاي اول شيء، ونشكركم. نعم. على استضافتي اليوم في قناه البحرين، وعندي لكم هديه ان شاء. نعم. الله اكيد ان شاء الله من اكاديميه تيكي تاكا سامبا. نعم. ان شاء الله تعجبكم يعني. شكرا لكم. اكيد في النهايه يمكن كل من اليوم يمثل البحرين ويمثل البحرين في البطولات الخارجيه، نتمنى لك كل التوفيق، واليوم انتم احد من يمثلنا في هذا المجال. تسلم. شكرا. الله يسلمك. لا مشاهدينا، راح ننتقل من الأكاديمية التابعة لكرة القدم إلى الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، اللي يواصل تنظيمه للبطولات التنافسية، هذه المرة مع بطولة في رياضة كرة السلة تحديدا في الكراسي المتحركة. تفاصيلها راح نتابع من خلال التقرير التالي. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبتنظيم من الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، اختتمت منافسات بطولة إيبل لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وذلك بمشاركة 6 فرق. كما شهدت البطولة مشاركة عدد من نجوم كرة السلة البحرينية من أجل تعريفهم برياضات ذوي العزيمة ومشاركتهم زملائهم اللاعبين. دائما نتمنى، الهدف الرئيسي أن ندمج اللاعبين السلة مع لاعبين عاديين
على ويلتشير، في نفس الوقت عندنا لعبات ثانية دائما نحب ان نشارك، وهاي المساعدة اللي اعطونا وهاي اللاعبين اللي جونا من الاتحاد، وانا شفت وجوههم ما شاء الله كلها مثل شهرام ومحمد وجماعة اللاعبين اللي شفتهم الحين، عزيز ورئيس رئيس نادي المنام وكذا، فهذا بروحي تعجبت مع هذه، فهاي بالعكس هاي الدعم وهاي اللي احنا نتمنى وهذا اللي نحتاجه احنا. دعم ودافع قوي حق اللاعبين في جميع الألعاب، سواء في ألعاب القوة، كرة السلة، في رفع الأثقال، الحمد لله رب العالمين. نشكره ونشكر على رعاية هذه البطولة، ما أدى إلى دعم من باقي الشركات المساهمة في مشاركتهم في هذه البطولة. الأمانة يعني هاي فخر لي، وأنا أعتز أني أكون مشارك في بطولة نفس هالبطولة. فكرة وايد حلوة، تخلينا كلنا يعني مثل ما تقول مجتمع واحد، نلعب مع بعض، نحس في بعض، نستانس، يعني حدث حلو. أحب نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على رعاية الكريمة لهالبطولة، وطبعا الشكر موصول للرعاة والاتحاد كرة السلة واتحاد البحرين لذوي العزيمة ذوي الإعاقة، طبعا توفيرهم الصالة وكل هالأمور، المساعدة اللوجستية، فكل هاي يحسب. طبعا تواجدنا احنا في هالبطولة على اساس تنظيم هالبطولة ونقل البطولة مباشرة على اليوتيوب وتغطية الفعاليات في الميديا. احنا من واجبنا في المجتمع، احنا هاي رؤية حساب بي سكشن، من واجبنا احنا ندعم لاعبين ذوي العزيمة، لاعبين كراسي المتحركة لكرة السلة وكل الرياضات. افتكر هاي واجب كل انسان انه يدعم هالفئة في البحرين او حتى في كل مكان، فهاي كانت يمكن الهدف الاول من تواجد بي سكشن هنا في هالبطولة، ان ندعم هالفئة من المجتمع، وخلنا نقول انه يكونون موجودين في المجتمع مع الاسوياء. مما لا شك فيه أن تنظيم مثل هذه البطولات يسهم بشكل فعال في الارتقاء برياضات ذوي العزيمة ويطور من مستوى اللاعبين، وهذا ما حرص عليه الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة من خلال تنظيمه لهذه البطولة التي لاقت نجاحاً كبيراً وتفاعلاً من نجوم السلة البحرينية والمهتمين بهذه الرياضة العريقة. مشاهدينا، الحديث أكثر حول هذه البطولة المميزة يسعدنا ننضم معنا في الاستوديو كل من الشيخ أحمد بن خليفة الخليفة مدير بطولة إيبل لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وسيد محمد الحسيني مدير عمليات البطولة. مساء عليكم بالخير، بداية أكيد مبارك لكم على النجاح الذي حقق من خلال هذه البطولة، يمكن بداية من الرعاية ومن ثم ممكن بالمباريات اللي يمكن جرت. الشيخ، أنا أبتدي معاك، خلينا نتكلم ممكن عن فكرة إقامة البطولة تحديدا. لما أتكلم عن إيبل، ممكن شنو اليوم لما المشاهد بيقرأ في هذا الاسم شنو تعنون من خلال هذا الاسم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة وتغطية البطولة. طبعا فكرة إيبل جاءت بناء على أن اعتماد مجلس الإدارة، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على إقامة بطولة تعريفية للمجتمع في رياضات ذوي العزيمة، بداية من كرة السلة. وبناء على هالشيء في الإدارة سوينا فكرة إيبل كهوية لجميع البطولات اللي فيها دمج المجتمع مع أبطال ذوي العزيمة، بداية من كرة السلة. بإذن الله في القادم عندنا الرياضات الأخرى. جميل، راح يمكن تندرج تحتها جميع يمكن الرياضات الخاصة بذوي العزيمة. اي نعم. جميل. محمد، خلينا نتكلم يمكن عن الاستعدادات، كيف ممكن جرت الاستعدادات لإقامة هذه البطولة بهذا الحدث اللي يمكن شاهدنا جماليته في آخر يوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك عيسى على الاستضافة اليوم. قبل كل شيء طبعا احنا حابين نشكر سمو الشيخ خالد على رعايته لهذه البطولة. طبعا هاي مو غريبة على سمو الشيخ خالد كونه هو الرئيس الفخر للاتحاد، دائما داعم لرياضات ذوي العزيمة. طبعا اشكر ثقة مجلس الإدارة اليوم برئاسة سعادة الشيخ سلطان بن دعيج اللي اعطانا هذه الثقة، انا مع الشيخ احمد لإدارة يعني امور هذه البطولة. اشكر اخوي امين السر العام جاسم البردولي، نائب علي الحاج، وجميع اعضاء مجلس الإدارة. الأمانة كانوا وايد متحمسين حق هذه البطولة وهذه الفكرة. فالحمد لله رب العالمين، يمكن الفكرة كانت موجودة
يمكن قبل 6 شهور او حتى اكثر من كذي. حطينا الفكره اول شيء، عقب بدينا شوي نبتدي بالعمل. الفكره طبعا والاستعدادات الامانه يمكن كان عندنا تحدي شوي مع الوقت. فبس يعني هاي الشيء نفس ما نقول قوانا اكثر، خلانا نشتغل. اشتغلنا صبح وليل، تيم ورك طبعا. ما ابي انسى احد، يمكن اليوم اللي الموجود انا والشيخ يمكن في الصوره، بس بعد في اشخاص وايد تعبوا ويانا للامانه. فتيم ورك الحمد لله اشتغلنا وحققنا. يعني انت تحكي اليوم عن النجاح، انت شفت النجاح، فالحمد لله هذه يمكن يعكس لك مدى الاستعدادات اللي كانت عندنا والحرص ممكن اللي كان، يمكن طبيعه الشغل. الشيخ خلينا نتكلم يمكن عن دعم سمو الشيخ خالد ومتابعته لهذه البطوله، يعني مو غريب على دعم سموه لرياضات ذوي العزيمه، وتحديدا لما نتكلم عن يمكن العلامه مثل ما ذكرته وهويه، وهي ابل اللي كانت بدايتها من خلال الكراسي المتحركه. طبعا كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد على دعمه للاتحاد بشكل عام، او للاتحاد ورياضات ذوي العزيمه بشكل عام، وللبطوله طبعا دعمه يعني لنا الكثير، وعطانا حافز كبير في ان احنا نحط كل اللي عندنا في اقامه البطوله. طبعا مثل ما ذكر اخوي محمد، يعني كتيم ورك الجميع ساهم في هالشيء، واحنا التشجيع كان هو ان عطانا الثقه سمو الشيخ خالد بن حمد في رعايته، وباذن الله احنا نكون مو مقصرين ومبيضين الوجه، وباذن الله نكون في القادم مبينين ان احنا قد الثقه. وتوجيهات سمو الشيخ خالد بعد تكون دافع لنا في جميع الاشغال اللي نقوم أكيد بها. اكيد ما في شك. محمد خلينا ندش شوي في الامور المتعلقه في الامور الفنيه، المشاركه تحديدا المستويات الفنيه، شلون ممكن بحكم ان انت كنت موجود من اول اليوم حتى اليوم الختامي، كيف شفت المشاركه بالنسبه للاعبين؟ بالعكس، يعني هم في البدايه كلهم كانوا يجون يقولون احنا جايين فور فان، من الفريق الثاني يسجل اول سكور يبتدي التحدي مثل ما نقول. فلا بالعكس، يعني مستويات الامانه كانت مميزه، خاصه يمكن دور المجموعات، في مجموعه من المجموعات في مباراه راحت مباراه فاصله بين يمكن فريق ام بي بي وايو بي، هم المجموعات نفس ما نقول كانت مولعه بالضبط. حتى السيمي فاينل يمكن فرق سكور والفاينل خلص 6-4، فالامانه كان مستويات، يعني المستويات جدا متقاربه، خاصه اليوم اللاعبين اللي هو لاعبين المنتخب سواء عبد الرحمن غالي، حسين شاكر، احمد عزيز، شهرام، يعني اساطير الامانه، الكل فيهم الخير بركه، ما ابي انسى احد، بس اضافوا لمسه جدا جميله يعني مع لاعبين منتخبنا احنا لذوي العزيمه في كره السله. فالامانه مستوى جدا كان عالي، ولكن يمكن لاعبنا احنا شوي نبيل الدوسري من افضل لاعبين الخليج، فللامانه كان شوي هو فارق عن الجميع في البطوله، وخذ الام في بي. يعني يتم الاستعانه فيه حتى في ممكن المملكه العربيه السعوديه من خلال البطولات اللي تقام. اكيد نبيل يعني من نجومنا احنا، ونفتخر يعني ان عندنا لاعب بهذه الامكانيات وهذه القدرات، يحترف في الدوري السعودي، يحقق بطولات يمكن سنتين يعني متتاليتين يحقق ذهبيه، فهاي شوي كان فارق. بس يمكن نبيل نقول البطوله الجايه يمكن نخليه اداري ويانا. الشيخ نتكلم يمكن عن اهميه اقامه مثل هذه البطولات لذوي العزيمه، ايش كثر هذه مهم بالنسبه له؟ مهم جدا، بحيث ان احنا نوعي المجتمع برياضات ذوي العزيمه. طبعا تكسير الروتين مهم، بدال التمارين والبطولات الرسميه والدوليه، احنا بعد نضيف فيها البطولات اللي تضيف شوي من الاجواء الايجابيه انه يستمتعون، خاصه مع مثل ما ذكر ابو عبد الله النجوم في كره السله، هم ضافوا في هالبطوله، يعني نشكرهم كثير على اهتمامهم واستعدادهم للمشاركه في هالبطوله، وباذن الله احنا نتطلع الى المزيد من التعاون باذن الله تعالى. محمد، فيما يخص ممكن التغطيه الاعلاميه، النجاح ما اقتصر ممكن في ارضيه الملعب، حتى على المستوى الاعلامي شفنا تميز، شفنا حتى ممكن ناحيه النقل التلفزيوني قبل شوي تحدثنا على اليوتيوب، ايضا كان في نشر مستمر من خلال قنوات التواصل. طبعا الحمد لله رب العالمين، يمكن اليوم احنا حطينا خطه اعلاميه، طبعا احنا
نبي نوصل كنا كلمة إيبل حق جميع الرياضيين. يعني هاي الشيء أتوقع يعني إن شاء الله نقول تحقق، وما أبي أنسى طبعا مجهود الإخوان بقيادة طبعا محمود تقوي، هو مدير قناة بيس أكشن. يمكن بيس أكشن يعني غنيين عن التعريف، يمكن أفضل منصة كرة السلة على مستوى الخليج مع مستوى البحرين. فاليوم التعاون معهم أيضا يعني وصلنا إلى يمكن نطاق أكبر حتى من مملكة البحرين. والحسابات الرياضية والجرائد يعني الحمد لله التغطية كانت أنا أشوف مميزة، كان في بث مباشر على اليوتيوب، كان في استديو تحليلي، كل الأمور هذه مقابلات بالضبط. فالحمد لله رب العالمين، نقول هذه بداية. وإن شاء الله دائما إحنا نطمح للأفضل إن شاء الله من ناحية الإعلامية. أكيد الشيخ، فيما يخص ممكن الشراكة المجتمعية، لابد اليوم أي نجاح يصحبه دعم، وهنا يتحدث عن الشركات الداعمة اللي يمكن هي كانت أساس نجاحكم، خصوصا لما تكلم محمد كان التحدي بالوقت، وأيضا الدعم اللي يمكن هو اللي يوصل أي مشروع أو أي عمل إلى خطة النجاح أو طريق النجاح. بالضبط، هما مثل ما قلنا عن تحدي الوقت، الحمد لله حصلنا، الحمد لله رب العالمين حصلنا رد إيجابي واستعداد من الشركات في رعاية البطولة والمساهمة في البطولة، ونشكرهم من دون استثناء، نشكر الجميع على 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 هالشيء. بإذن الله احنا في القادم نكون احنا مخبرينهم من وقت أطول، ويكونون هم مستعدين. بس الحمد لله رب العالمين هم في هالوقت ما قصروا معنا وتعاونوا معنا لآخر لحظة. مو بس الشركات، عندك حتى الأفراد، عندك حتى الطاقم الفني واللاعبين، هم بعد تفاهموا ويانا وتصبروا ويانا، ونشكرهم جميعا على هالتعاون. حتى اتحاد السلة ممكن يوفر الطاقم التحكيم، واتحاد السلة بعد هم آخر لحظة، يعني لآخر لحظة هم ما قصروا ويانا، وللأمانة هم كلهم بينوا استعدادهم واهتمامهم في المشاركة في البطولة، ونشكرهم كثير في هالشيء. محمد، خلنا نتكلم عن المكتسبات لما تقيم لبطولة بهذا الحجم في هذه المشاركة، وأنت تبحث ممكن عن انتشار أوسع لرياضات ذوي العزيمة، شنو ممكن أبرز المكتسبات ممكن تحققت مع نهاية البطولة؟ شوف يا سلام، يعني توجه لهذا السؤال يمكن انا افكر في وايد مكتسبات، ولكن بالنسبه لنا احنا يعني تحكي احنا ابرز مكتسب لنا هو رضا اللاعبين. اليوم احنا موجودين عشان اللاعبين، فالحمد لله رب العالمين لما خلصت هذه الفعاليه وخلصت هذه البطوله وشفت ردود الفعل الايجابيه جدا من قبل لاعبينا، فهذا بالنسبه لنا احنا كاداره اتحاد ابرز مكتسب. صح، فالحمد لله رب العالمين، يعني هاي الشيء يعني فرحنا فيه كثير. وعلى يعني الصعيد يمكن يعني الامور الثانيه، يمكن عندنا طبعا احنا الفكره كانت ان احنا ندمج المجتمع، ندمج جميع الفئات في المجتمع. فيمكن اللي حضر الفعاليه شاف، خاصه ان الفعاليه بدات بانجل 3-on-3 كانت حق الجانب النسائي، دشت فيها بطوله بي اس اكشن كره السله، دش فيها السيمي فاينل والفاينل مالنا. فالامانه كان يعني كرنفال، بالضبط كرنفال، استمتعنا جدا. والاجواء يمكن هذا الاجواء اللي حسيناها في الصاله، يمكن يومها يمكن الامانه من زمان ما حسيت مثل هذه الاجواء. صحيح. الحمد لله رب العالمين. جميل. الشيخ، ممكن قبل ما اختم معك خلينا نتعرف على خطتكم القادمه، ابرز ممكن البطولات او المشاركات اللي يمكن راح تستعدون. طبعا مثل ما ذكر ابو عبد الله، يعني هذه كلها بناء على مبنيا على ثقه مجلس الاداره. صحيح. برئاسه سعاده الشيخ سلطان بن دعيجة خليفه. نعم. انهم حاطين علينا الثقه، وعلى ان احنا نخطط لهذه البرامج والخطط. طبعا الخطط عندنا غير البطولات التوعويه او اللي فيها الاستمتاع، عندنا البطولات الرسميه والدوليه احنا طبعا نخطط لها عشان تحسين ارقام ابطالنا والتاهيل الى دورات الالعاب البارالمبيه.
واذا نتحدث عن بطولات مثل ايبل مثل ما ذكرنا يعني في الحين احنا بدينا ويا كره السله باذن الله احنا عندنا كره الهدف عندنا رفع الاثقال عندنا العاب القوه عندنا البوتشا وهم ان شاء الله في خطه هويه ايبل وباذن الله احنا نكون مستعدين لاقامه هالبطولات وتبريز هالخطه ان شاء الله باذن الله تعالى. محمد خلينا اختم معاك ممكن قبل شوي قلت لي ايضا كان في تفاعل فيما يخص ممكن الحضور الجماهيري الهدف الاسمى من هذه البطوله هو دمج المجتمع تعرفهم رياضات ذوي العزيمه الى اي مدى ممكن قاعد او شفت يعني التماس الجمهور وتفاعله مع اللعبه هذه لعبه الكراسي المتحركه شلون ممكن تعرف عليها اكثر القوانين لا اعتقد كان فيها صعوبه نوعا ما لما اول واحد يشوف هذه اللعبه شلون ممكن بدا يتعرف اكثر عليها من خلال تواجده في المدرج بكل تاكيد شوف يعني احنا اليوم مسوين هذه الفكره عشان نزيد هذا الوعي يمكن عند المجتمع وعند الافراد وعند اللاعبين فهذه الفكرة أكيد موجودة ولكن التفاعل للأمانة من المجتمع موجود لأن يمكن الفترة الأخيرة يمكن الرياضة البارلمبية يمكن في ازدهار بقيادة الشيخ محمد بن دعيج يمكن استضفنا أهم البطولات على مستوى العالمي يعني ما تحكي على حتى مستوى الخليج أو الإقليمي فكان في حضور الأمانة من المجتمع في حضور وايد ناس قاعد يحبون بعض اللعبات مثل لعبة البوتشة فالأمان يعني هذه الفعالية بعد يعني نفس ما نقول كان زيادة وأديشن حق اللي صار قبل بس إحنا اليوم وجودنا في الاتحاد دائما طماعين أن نزيد شغف الناس أكثر بالحضور معانا وإن شاء الله قادرين نشوف اليوم رياضتنا بشكل عام في ازدهار طبعا قيادتنا رياضية مو مقصرين فاحنا ايضا دائما نطمح للافضل ان شاء الله باذن الله تعالى فينا اشكر لكم على حضوركم وبارك لكم نجاح هذه البطوله وان شاء الله من نجاح النجاح في النهايه كله شكر لك شيخ احمد بن خليفه الخليفه مدير بطوله ايبل لكره السله على الكراسي المتحركه وايضا السيد محمد الحسيني مدير عمليات البطوله على وجودكم وان شاء الله نشوفكم في نجاح اخر باذن الله تعالى ان شاء الله شكر لك اخوي ما قصرت مشكورين إذا مشاهدينا مع هذه الرياضة ومع هذه البطولة نكون وصلنا معكم لختام حلقتنا في هذا الأسبوع نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل إلى اللقاء.